مؤجلا أم عاجلا سوف يتم القبض على هذه الملفعة اللي خلق ضجة كبيرة واللي خلى هذا اللغز ربما صراحة اللي كمشنا أصبح لغز، يعني صعيب 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 بزاف إخواني أخواتي على سيرة الدرك الملكي. ولكن كما نقولوا فالروح عزيز عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان أكيد أن صفاول هاد الطفل يعني وبغى يتسترو على هادشي كامل، فالأكيد إن شاء الله إخواني أخواتي غيبان هاد الفعلة وغياخد الجزاء ديالو. فهذه كلها صراحة حقائق اللي كترويها يعني هاد الناس الدوار في المنطقة، والتصريح ديالهم المعلومات اللي كيحاولوا المحققين أنهم جمعوها يعني، وبالتالي يقوم بالتحليل ديالها. حتى ان بعض المشوشين المكالمات الهاتفية اللي كتلقاوها من طرف هاد الناس اللي صراحة كيحاولوا يبعدوا الشبهة على الناس المنطقة، واكيد ان شي واحد اللي هو داخل هاد المنطقة هما ماني فعلا وهم اللي كيحاولوا يتستروا، والاكيد ان هادشي اللي تقام يعني مخرج خارج المنطقة. اخواني اخواتي